السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم لو احنا عايزين نعمل خط فوق الكلمة او تحت الكلمة، في ادوات بتساعدنا على كده جميلة جدا. من هنا بلاقي عندي حاجة اسمها باراجراف رولز، تمام؟ في ان انا اعمل خط فوق رول اباف او خط اسفل رول بلو. طيب عشان اشوف الموضوع دوت هعلم على بريفيو واقول له رول اون، تمام؟ طيب هو الخط دلوقتي موجود تحت، عايز اخليه يطلع شوية، هقول له اوفست وابدا اطلع بيه زي ما انا عايز. انا عايز الجزء اللي ناحيه الشمال ده يقل شويه، فهاجي هنا اقول له ليفت اندنت، اروح مقلله بالشكل دوت. لو عايز اقلله من الناحيه دي برضه ناحيه اليمين لو انا عايز، تمام؟ موضوع الاوفست اهوت تقدر تطلع بيه وتنزل بيه زي ما انت عايز. تقدر من هنا تغير السمك، تمام؟ تخليه اسمك شوية لو انت لو حابب كده. هنا ممكن تخلي الخط زي ما انت عايز، في اشكال كتيرة تقدر تختار منها. ممكن بعد كده تقول له طب انا عايز اخليه في خط اسفل. الخط ده نفس الاوامر بتاعة التعديل زي ما انت شايف، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ده بيدي نوع من الجمال للكلام في قلب الانديزاين.